السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان خوتي. جيتكم اليوم بهذا الفيديو، بغيت نمشي لواحد البوبلو هنايا سميتو ليسكالا، وبغيت نضربو فيه واحد الطويره خفيفه تما كاين، وبغيت نشارك معكم هاد الجوله هادي، بغيت نقرافي واحد الفيديو وبغيت نشاركو معكم في هاد البوبلو هذا. بقاو معنا ما تمشيوش، انا غادي نديكم دويره خفيفه في ليليه في هاد البوبلو صراحه ديال البحر. وما تنساوش ابونوا معنا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وغنرجع معكم دابا شويه. بقاو تابعونا على الفيديو كامل صراحه، بويبلو زوين 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 بزاف. ودابا راني غادي بالليل واحد الطويره وبغيت نشاركو معكم، تفرجوا الفيديو حتى الاخر راه غيعجبكم بزاف. خوتي احنا وصلنا لليسكالا هاد البويبلو، يلا وصلنا دابا غادي نهبط، غادي ندير لكم واحد الدويره خفيفه هنايا، نقرافي لكم هاد البويبلو بالليل كيفاش كيكون. بقاو معنا ما تمشيوش، يلا وصلنا دابا، نرجع معكم دابا باش تشوفوا كل شيء. تابعونا في الفيديو حتى الاخر، وفرجة الدعم ديالكم السي حمزه، وابوني فعل الجرس جيم وداكشي. يلا خوتي ما تمشيوش، انا نرجع معاكم دابا باش نصوركم الفيديو كامل. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. تبارك الله الاخوان، كي دايرين؟ بخير سي حمزه. ها هو رضوان الصديق اللي قلتكم، تحياتي. جينا دويره هنايا ليسكالا، الدري صاحبي جا من المان، وجينا هنايا دويره هنايا في ليسكالا بالليل. صراحه الجو مزيان، كي جاتك ليسكالا؟ يا سلام اخي، الجو ديالها معتبر ديال الكونجي الصراحه، ديال اسبانيا ولا الالمان؟ اسبانيا، اسبانيا ما كاينش بحالها، بس زوينه في الطابور، الجو بكل شيء، كل شيء فيها زين تبارك الله. والالمان برد؟ الالمان غير البرد اخويا، والشتاء والشتاء ما شاء الله صراحه. يعني البوبلو ياس هنا كيكونوا زوينين صراحه، سيرتو هنا في كاتالونيا كاين بلايص زوينين هنا في اسبانيا، وسيرتو هنا في كاتالونيا صراحه لي بوبلوز ديال البلايا كيكونوا مزيانين. كاش كتشوفوا معنا نتوما راح الجو مزيان هنايا، صحاب كيعجبهم الكالم والهدوء الليل صراحة، مزيان الإنسان يخرج هكا يتمشى بالليل، شم الهواء ديال البحر. هانتوما كتشوفو معانا بلايا، هذوك الضواو اللي ليها الرصاص، واحد البويبلو دابا كنت صورتو، دابا مازال مرميتش الفيديو ديالو. هاديك اللي هي فين كاين دوك الضواو الرصاص، ان شاء الله دابا بقى لي غير نصوبو، غادي نرميه لكم تشوفوه حتى هو. المهم بقاو معنا ما تمشيوش، رضوان راه كياكل البوكاديو. هاهو شتي، صحة وراحة. المهم نضربو لكم شي دويرة هنايا في بويبلو الداخل، وتشوفوا معنا هاد ليسكالا هادي صراحة جينا لها بالليل. وهذا الكورنيش ديالهم بالليل هنايا،
وبالنهار راه كتكون عامره صراحه، بالنهار هنايا كتكون عامره بزاف. حتى شي نهار ان شاء الله وغادي نجي نغرافيها لكم بالنهار هنايا. ايوا بقى معنا ما تمشيوش، ندخل داخل ونصور لكم الداخل كيفاش دايره المدينه ديالهم القديمه. هانتوما شوفوا على الجو كي داير بلايا، شوفوا على ديكور كي داير. انا انتيك اليوم صراحه زوينه لي سكاب. شوفوا معنا لي ريستوران كافي، تحيا الشمس دور راه يضرب بوكاديل، تحيا الشمس الصحة والراحة. هذيك الصحة المعلم عاطي القس مع راسو يا خويا. المازوت المازوت هي سيبتي سيبتي العزيزة والله يخليها لك سيدي وضعي يرزقك الدرية الصالحة. ورا باكاسيونيس مع راسو في الإسبان، دور راه في عايش في الألمان، جا دويرة هنايا الإسبان يشوف عائلة والوالدين. إيوا أو يدوز الفاكونس مع راسو في الإسكالا. إيوا شبع شبع الشمس بعدا مع راسك سخانة، راه تمشي تلقى غير الثلج والبرد والغيام هذيك الألمان. خوتي هادو لي ريستورات ولي كافي اللي كيكونوا هنايا في الجنب ديال البحر، هادو بالنهار كيكونوا عامرين، وفي الصيف شهر 5 شهر 6 شهر 7 كاملين هاد لي ريستو لي كافي كيكونوا عامرين بزاف. هاد الجهة كاملة هادي بشهر 9 كيجي الدخول المدرسي و التوريزم كيخوي و كاع جميع لي بيبلوس ديال البلايا كيدوزو في شهر ديال الشتوى كيكونوا خاويين بحال هكا، ولكن في الصيف كيكون عامر. هادو غير ولاد البيبلوس كيكونوا جالسين. انا نوريكم الاسكالا ديال المار، شوفوا معنا انتم اسكالا 5 هادي قديما كيفاش كانت. التصويره اللي كتشوفوها معنا دابا هنايا في كاين دوك هادوك الباطويات، هانتوما نوريها لكم دابا. ها هي هاي الشتوها، هادي هادي اللي كتشوفوها دابا في كاين هاد الرمله وهادوك الناس جالسين، راهو هما هنايا في التصويرة القديمة هاهي. شتوها وهادي الدار القديمة هاهي، طلعت وحدة حدا جديدة ولكن هادي بقات قديمة هاهي هنايا. شتو بقى فيها التراب والحجر هنايا، هي الوحيده اللي بقات مع هادو كاملين جداد، وهذه اللي بقى فيها الحجر هنايا الصخر هي هادي. هي هادي كتشوفها معنا ها هي، معروفه بالحوت، صياده الحوت، والحوت فيها صراحه زوين يعني. الاسكالا معروفه ب فيش سكالو صراحة، الحوت ديالها زوين تواجد هنايا. هاهي هاهي لا ريجيون الجهة ديال خيرونا، وي كتبانش هاد الكتابة شوية باش تقرا شوية انفورماسيون.
عشتوا معنا فوتوز قدام هذا اللي ولا حاجة معنا في الديكور هذا. بون نزيدو نطلعو شوية الفوق نزيد شوية الهاش لكم باش نشد لكم يعني الرصاص و الفوريا برافا اللي قلت لكم درت لكم عليه فيديو الرصاص ومازال غادي نلوحو لكم ان شاء الله. راه كاين دوك الضوا وليها رضوان ها هو راه جالس هنايا كيتبرد مع راسو دابا. اجي قول لي دابا هذا هو رضوان هو اللي كيعرف لي سكالا مزيان. اجي وريني فين هي وري لهم فين كاين الامبوريا برابا وفين كاين سميتها الرصاص. هاد الضوا هادو ديال الرصاص هادا سانتا مارغريتا سانتا مارغريتا مازال سانتا مارغريتا دابا نجي ندير لكم ان شاء الله شي فيديو فيها. وهادو هادا سان بيدرو فيرا بيسكادور. الديكور ها هو شتوه شنو هادي شنو سميتها هادي للعبوش شنو سميتها للعبوش للعبوش هيا قريهم هادا يلا اجي اجي شنو هادشي يلا مونيمين هاديك هادي مونيمين ديديكات لادونا ديال لادونا ديال بيسكادا زيد هادي راه قال لك كفرارية كانت كتسنى راجل هيجي مسكينة بقات هنا تتكفرات تتكفرات زيد كمل فيستا ديال كارمين فوقاش هادشي 1991 كانت كتسنى لا لا هادي غير فاش داروا هاد المونومنت اما هي فوقاش داروا في 1991 هاد الميساج هذا كيقول لك باللي ان هاد المراه هادي كانت كتسنى في هاد البلاصة هادي. شكون كانت كتسنى بعدا؟ كتسنى راجل هايجي كانت كتسنى راجل هايجي وهو كان في البحر هو كان مشى يصيد الحوت. ها هو هنايا كتشوفوا معانا كان هو جا هنا حيت قبل قلت لكم بلي ان ليسكالا معروفة بالصيادة ديال الحوت صراحة وكانت كتسنى هما كانوا الصيادة شحال هادي كانوا كيخرجوا بزاف من هنايا كانت كتسناه وما رجعش. علاش ما رجعش رضوان؟ المهم ما رجعش مشى مهجا وداروا له هنايا التمثال ديالها هنايا. ايوا باقي نزيدوا ليه نوري المشاهدين. ايوا بقاو معنا اخوتي حنا غادي نزيد نوريكم شويه ليها صراحه لي سكالا واعره زوينه خوتي. جيت دايز لقيت هاد الديكور هذا دايرين هنايا انشوفيس كيول سيرات ديال ليسكالا هنا واقيلا فاش كان كيتباع الحوت من كيجيبوه من البحر هادشي قديم كانوا كيحطو كيبيعو هنايا الحوت وراه مسدوده قديمه بحال المهجوره هنا كانوا كيحطو الحوت كيبيعوه. سيمون هذا سيمون اسم ديال اللي صوب هاد الديكوراسيون هذا. فوق دايرين شي دايرين داكشي ديال الموسيقى وهنايا دايرين بحال يعني بيرسوناج الناس واقفين دايرين يد في يد بحال اللي كيشطحو. دايرين هنايا سويتات كولية ديال ساردانا ساردانا هي واحد الشطحة كاتالانا قلتو بحال السامبا بحال يعني بحال كنقولو حنا الشعبي بحال فهمتي
هاد السردانة هي الشطحة ديالهم ديال الكاتالان، هما بحال اللي شادين يد في يد. الاسكالا باقي صراحة هي وينو جنب البحر كامل كبير، راه شوية فيها ما يتشاف صراحة طويلة. انا غير جيت غير دويرة خفيفة وبغيت نشارك معكم هاد الجولة هادي. اما هي تال شي مرة ان شاء الله وغنجيب النهار وتكون البلايا من الناس وغنقرافيها لكم بالنهار ان شاء الله بالعشية. هادي بالليل وريت لكم كيفاش يعني كيفاش كتكون بالليل. ما تنساوش تابوناو معنا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، باش من نعاودها ان شاء الله ندير لكم شي فيديو اخر ديالها بالنهار باش يوصلكم ان شاء الله الجديد. بقاو معنا نزيد شويه ليا نقرافي لكم شويه بس بشويه. هذه هي الفرقة الموسيقية، جيبهم يشوفوا جيبهم. شو هذا الصباط عنده؟ رياض ساكسافون. هادو كتشوفوا معنا الفرقة، هذه فرقة موسيقية تأسست فوقاش هذه؟ 1976 1976 كوبلا، فرقة الكوبلا ياك يعني. هاد الفرقة الموسيقية معروفة أنا يعني، كانت شحال هادي واحد الفرقة موسيقية ومازال لحد الآن ياك؟ لا 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 الله يرحمهم الله يرحمهم. كانوا كل واحد كياخد انستريمو، كل واحد كياخد انستريمو وكيضرب بحال دابا هذا الساكسافون، الآخر عاوتاني الغيطار كمان. هذاك الطبيلة راه اللي ليه صراحة يعني، كل واحد كيشد انستريمو وكيبقاو يعزفوا. سموها فرقة سميتها لا كوبلا هي هذه كتشوفوها معنا. صوبوها في 2007 هذه باش تصوب، باش تصوب هاد الديكور هذا 2007. وهاد لا كوبلا باقية ياك مازال ولا صافي؟ مابقاوش كيديروها في الفيستات؟ نو في الفيستات مازال كيديرهم في الحفلات، في الحفلات باقيين، في الحفلات باقيين كيديروا هنايا في الحفلات ديالهم في الاسكالا، كيجيبوا هاد الفرقه مثلا الناس كل واحد كيعزف على اله. انتما كتشوفوا معانا وراه هي عاوتاني باقي لي سكار احسن لهيك. كتشوفوها معانا، هنوريها لكم من الديكور ديال لا كوبلا. ها هي رضوان، ها هو تا هو كيشوف. يا سلام صغير شي نفار تاعنا وندخلو تما نوقفو شي نفار. انتما خوتي واحد الباطو كيبان لي داخل لهيه، ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا. هذاك راه ديال الصياده جايب الحوت، ها هو هو كتبان غير نقطة. هذا ديال الحوت غادي يدخل دابا لهيه، شوفي المرصا راه هي هذيك المرصا عالم اللي قالنا السي رضوان. انا ما عنديش معلومات بزاف، رضوان هو اللي عنده هنايا لا فامي وهادو كيجي بزاف. قال لك سيدي المرصا راه ليه كي كتشوفوها معنا هي، والباطو راه جاي، ها هو داك المقيطة هنا تما كيحطوا الحوت، ومعروفة الاسكالا بالحوت. Es el poema que en una servilleta cada sábado el abuelo con fuerte gorrón le escribe a su nieta. Piropos en la cama rendido y extasiado.
خوتي كما شفتوا معنا هذا الفيديو شاركته معكم. هذه الجولة كانت جولة ليلية هنا في البويبلو ديال الاسكالا، جولة خفيفة. جينا أنا وصديق رضوان ضربنا دويرة، قلت نشارك معكم هذه الجولة الليلية هنا في الاسكالا.